ASUS ROG Zephyrus، جهاز لابتوب جديد مدهش مخصص للألعاب من إنتاج شركة ASUS. بجانب شاشة الجهاز الأساسية بمقاس 14 بوصة، هناك أيضا شاشة أخرى على غطاء اللابتوب، وهي مكونة من أكثر من 1000 وحدة LED صغيرة، ويمكن تخصيصها لعرض الأنماط اللطيفة المختلفة والرسوم المتحركة. وبالتالي فإنك لست بحاجة إلى تغيير حافظة الغطاء، فقط قم بتغيير الصور المعروضة. مواصفات الجهاز جميعها متوافقة مع حقيقة كونه لابتوب للألعاب، فهو مزود بوحدة معالجة AMD Ryzen 9 وبطاقة جرافيكس GeForce RTX 2060، بالإضافة إلى رامات DDR4 بسعة 32 جيجا بايت وذاكرة تخزينية SSD 1 تيرا بايت. دقة عرض الصورة على الشاشة مستوى WQHD، وتقوم بعمل تحديث بمعدل 120 هرتز. للجهاز صوت عالي الجودة بفضل بطاقة صوت من Dolby Atmos Quad Speakers. رولر ماوس ريد، ماوس جديدة للألعاب. في الواقع هي ليست ماوس عادية، ولكنها أشبه بلوحة التحكم. تتصل الماوس بلوحة المفاتيح، ويتم التحكم بالمؤشر بواسطة اسطوانة خاصة يمكن استخدامها بكلتا اليدين. تحتوي الماوس أيضا على عدة أزرار، بالإضافة إلى مسند للماسة مقابل الفصل. الجهاز مصنوع من الألومنيوم، ولكن هناك أيضا نموذج آخر مصنوع من البلاستيك الأسود. جميع أزرار الماوس قابلة للبرمجة، لذلك يمكنك ضبطها وفقا لسير العمل الخاص بك، كما يمكنك ضبط سرعة المؤشر من بين 10 سرعات. عند شرائك الماوس فإنك تحصل أيضا على غطاء مغناطيسي خاص لحماية الماوس أثناء السفر. DDR4. إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يحتاج إلى ذاكرة وصول عشوائي جديدة، نقدم لك هذا النموذج الرائع، وهو رامات DDR4 والتي تعمل بمعدل 3200 ميجا هرتز. تأتي الرامات في صورة قطعتين بسعة إجمالية 16 جيجا بايت. يتميز هذا النموذج بالعمل بجهد منخفض للغاية، ما يساعد على توفير الطاقة بشكل كبير. كما يحتوي النموذج على موزع حرارة مصنوع من الألومنيوم يحافظ على الرامات من السخونة العالية. تتميز الرامات أيضا بمظهرها العصري اللامع، ويمكنك تغيير ألوان الإضاءة والتأثيرات كما تريد باستخدام برنامج خاص. هيت بانك، هذا في الواقع ليس جهاز ألعاب، ولكنه ضروري ومفيد بالنسبة لعشاق الفيديو جيمز. هيت بانك هو جهاز ذكي وقوي مصمم خصيصا لتدفئة اليدين ولضمان قدرتك على تحريك يديك بسرعة بقدر الإمكان. الجهاز من إنتاج شركة زيبو. تصل درجة حرارة الجهاز إلى 50 درجة مئوية، ويكون ذلك إما على جانب واحد من الجهاز أو على كلا الجانبين في نفس الوقت. كما يمكنه إمداد بالحرارة لمدة 9 ساعات متواصلة. للجهاز 3 مستويات للتدفئة، يمكنك اختيار ما يناسبك. يتميز الجهاز بتصميمه الانسيابي، ما يجعله مريح في اليد. يمكنك استخدام هذا الجهاز أيضا كبنك طاقة لشحن أجهزتك الذكية، فهو يحتوي على بطارية تعمل بمعدل 5200 ملي أمبير في الساعة، وهي قدرة كافية للاحتفاظ بيديك دافئتين وكذلك لشحن هاتفك. يوني ماوس، ماوس مبتكرة غريبة التصميم ولكنها مريحة وآمنة تماما. تصميم الماوس من شأنه تخفيف الضغط على عضلات اليد، كما يمكنك اختيار الزاوية التي تناسبك. تحتوي الماوس على دعامة للإبهام تتحرك في عدة اتجاهات. يتحرك المؤشر بعشر سرعات، يمكنك اختيار ما يناسبك من بينها والتبديل بينها بسهولة. الماوس مزودة بعشرة أزرار قابلة للتخصيص. الجدير بالذكر أن هناك نموذجين للماوس، نموذج سلكي وآخر لاسلكي، وكذلك هناك نموذج خاص لمستخدمي اليد اليسرى. RGB Gaming Desk، نقدم لكم مكتباً رائعاً مخصصاً للعب. يتميز هذا المكتب بمظهره الجذاب والمدهش بجانب مميزاته العملية الفريدة. المكتب مصنوع من الزجاج السميك عالي التحمل والمقاوم للخدش. يبلغ عرض المكتب حوالي 109 سنتيمتر، ويمكنه تحمل وزن يصل إلى 90 كيلوغرام. أما الارتفاع فهو قابل للتعديل. المكتب مزود بنظام إضاءة بالألوان RGB مدمج، يشمل أكثر من 200 نظام
بنمط ضوئي مختلف، هذا بجانب التأثيرات الصوتية. يساعدك المكتب أيضا على ترتيب ملحقاتك بشكل ممتاز، فهو مزود بأرفف خاصة بسماعات الرأس وحامل لأجهزة التحكم بالألعاب، بالإضافة إلى 4 منافذ USB مدمجة وحامل خاص للأكواب ووسادة خاصة للماوس. ايسوس ROG Gaming Mouse، ماوس ألعاب تلبي جميع احتياجاتك. تصميم الماوس قابل للتخصيص، هذا بالإضافة لمميزات وظيفية رائعة. هناك 3 طرق لتوصيل الماوس، إما بوصلة خاصة أو عبر البلوتوث أو باستخدام كابل USB عادي. تدعم الماوس كل من خاصية الشحن اللاسلكي وخاصية الشحن السلكي السريع. بشحنة واحدة تمنحك الماوس 12 ساعة متواصلة من اللعب. كما يمكنك ضبط سرعة المؤشر بسهولة بواسطة بكرة خاصة. تحتوي الماوس أيضا على 4 أزرار قابلة للبرمجة، هذا بالإضافة إلى عصا تحكم مدمجة مثالية لألعاب السباقات والتصويب. تشتمل المجموعة على نموذجين من عصي التحكم بأحجام مختلفة حتى يمكنك التبديل بينهما كما تريد وبسهولة تامة، حيث أنها تتصل بالجهاز مغناطيسيا ولا تحتاج إلى براغي أو مفكات لتركيبها أو إزالتها. Best Future JK81 1.4 Keys RGB Mechanical Keyboard. لوحة مفاتيح مذهلة مقدمة من شركة Best Future. اللوحة لاسلكية وهي تتميز بسمكها الصغير، كما تحتوي على مدخل من نوع C، بواسطته يمكنك تحويلها إلى لوحة سلكية في حال انخفاض شحن البطارية. الغطاء العلوي للوحة مصنوع من سبيكة الألومنيوم، أما القاعدة فهي مصنوعة من البلاستيك. اللوحة مضادة للغبار وهي تحتوي على 104 زر بالحجم الكامل. المسافات بين الأزرار مصغرة إلى الحد الأدنى، ما يجعل حجم اللوحة صغير نسبيا. يمكنك بسهولة التحكم بمستوى الصوت بواسطة بكرة خاصة وكذلك الإضاءة. فاللوحة مزودة ب18 تأثير ضوئي ونمط إضاءة مختلف يمكنك الاختيار من بينها. الجدير بالذكر أن اللوحة قادرة على تسجيل واسترجاع الأوامر النقرية. Adapter for Nintendo Switch and Lite and PS4. ملحق ممتاز ومفيد لمالكي أجهزة نينتندو. الابتكار عبارة عن جهاز إرسال بلوتوث يسمح لك باستخدام سماعتي أذن في نفس الوقت. الجهاز صغير الحجم للغاية وهو لا يعمل بالبطاريات، فقط عليك تركيبه في منفذ USB-C. الجهاز متوافق مع أجهزة PS4 وPS. لا تستغرق عملية اقتران الجهاز مع السماعات ومكبرات الصوت سوى بضع ثواني. توضح حالة الاتصال بواسطة إضاءة خاصة بالجهاز. بفضل الجيل الأحدث من تكنولوجيا كوالكوم يضمن الجهاز أقل وقت استجابة، كذلك فهو يأتي بعدة ألوان يمكنك الاختيار من بينها. Infrared Disk Heater. يعاني عشاق ألعاب الكمبيوتر عادة من برودة اليدين، ولحل تلك المشكلة نقدم لكم جهازا خاصا مصمم للحفاظ على يديك دافئتين أثناء اللعب، ما يجعلك تشعر بالراحة أكثر وبالتالي يصبح أداؤك في اللعب أفضل. يعمل الجهاز بالأشعة تحت الحمراء والتي تتركز مباشرة على اليدين. في نفس الوقت لا يؤثر الجهاز على لوحة المفاتيح الخاصة بك أو الملحقات الأخرى، لذلك فهو آمن تماما. بالمقارنة مع أجهزة التدفئة الأخرى العادية، فإن هذا الجهاز يعمل بكفاءة أكبر ويوفر الطاقة، حيث يعمل بقوة 80 واط فقط. كذلك فهو لا يصدر أي ضوضاء مزعجة أثناء التشغيل، وبالتالي فهو لا يتسبب في تشتيتك أو إفقادك التركيز أثناء اللعب. شاتل برو V2، أداة رائعة جديدة مصممة خصيصا للعاملين بمجال تعديل وإنشاء الصور والمونتاج والمحتوى الصوتي. وهي تشبه إلى حد ما الماوس التقليدية، ولكنها تحتوي على 15 زر جميعها قابلة للبرمجة، حتى أن بعضها يحتوي على أغطية قابلة للإزالة. الأداة مزودة أيضا ببكرتين، إحداهما خاصة بتصفح البطيء السلس والأخرى مخصصة للتصفح السريع، وهي تعمل بسبع سرعات. الجهاز متوافق مع أجهزة نظام التشغيل ويندوز وماك، وهي تعمل مع جميع برمجياتك المفضلة.
ريزر سايرن ميكروفون تفاعلي ماسح يستخدم طريقة عرض 8 بت قديمة الطراز، وبهذه الطريقة يسمح باستعراض جميع أنواع الصور المتحركة والرموز الانفعالية، وبالطبع يمكنك استخدامها للتفاعل أثناء الدردشة مع أصدقائك ومستمعيك في الوقت الحقيقي. يمكنك أيضا إنشاء صور مضحكة خاصة بنفسك باستخدام تطبيق خاص. ينقل الميكروفون الصوت بجودة عالية وبشكل ممتاز، فهو مزود بملحق لتقليل الذبذبات وملحق آخر لتقليل الضوضاء وتشويش المحيط. الميكروفون مزود أيضا بعنق طويل مرن، ما يمكنك من تثبيته بالطريقة الأنسب لك. NZXT Kraken X53 CPU Liquid Cooler، جهاز تبريد مدهش لتبريد وحدات تشغيل أجهزة الكمبيوتر. الجهاز مزود بمروحتين قويتين تعملان بكفاءة عالية بفضل التحمل الديناميكي السائل. تعمل المراوح في صمت ولا تصدر أي ضوضاء حتى في حال العمل تحت ضغط. الجهاز مزود أيضا بنظام RGB للإضاءة بالألوان، يسمح لك بالاستمتاع بالتأثيرات الضوئية المدهشة أثناء اللعب. هذا بالإضافة إلى عنصر آخر مهم، وهو حلقة مرآة قابلة للتخصيص بالكامل تعرض شعار الشركة المنتجة ودرجة حرارة وحدة التشغيل والمعالجة، أو حتى الصور العادية والمتحركة الخاصة بك والتي يمكنك اختيارها بنفسك. الجهاز سهل التركيب والتشغيل بغض النظر عن حجم وحدة المعالجة. شكرا على المشاهدة، واخبرونا في التعليقات اي من الاجهزة والابتكارات المذهلة التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد اعجبتكم اكثر وترغبون في شرائها. ولا تنسوا اذا اعجبكم الفيديو ضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا ايضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء.